بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، يبتلي بالأموال والأولاد من يشاء من خلقه ليتبين بذلك الشاكر القائم بالأمانة ممن يضيعها. قال الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يوفق من شاء إلى أداء الأمانة والنصيحة فيما حمل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير قدوة وأحسن أسوة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله حملكم أمانة الأموال والأولاد، وهما حمل ثقيل، ولكن من وفقه الله وأعانه خف عليه ذلك وقام بحقه ونجا من مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى اهتمام، ويحتاج إلى نية صالحة. فهؤلاء الأولاد أمانة في أعناق والديهم منذ نشأتهم إلى أن يبلغوا الرشد، وهم أمانة في أعناق آبائهم وأمهاتهم حتى يؤدوها ويسلموا من تبعتها، وإلا فإنهم يكونون ممن قال الله تعالى فيهم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، تزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ليس معنى ذلك أنك تترك الأموال والأولاد لتسلم من شرهم، ولا أن تدعو الله بألا يرزقك مالا ولا ولدا، ليس هذا هو المقصود. ولكن المقصود أن تسأل الله الذرية الطيبة الصالحة، كما قال زكريا عليه السلام: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال إبراهيم عليه السلام: ربي هب لي من الصالحين. ولا شك أن الأولاد والأموال أنهما حمل ثقيل، إلا من سهله الله عليه على حمله ونجا من مسؤوليته، وإلا فإنهما حمل ثقيل على الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الدين والصلاح في أصله وفطرته، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأن الإسلام هو الأصل، وإنما التربية هي التي تحرف عن الإسلام، التربية السيئة هي التي تحرف المولود عن الإسلام، وهي تكون على يد الوالدين، لأن الولد بيد الوالدين إلى أن يبلغ الرشد وهو تحت أيديهما. فإما أن يحافظ على فطرته السليمة وينميانها على الخير والطاعة، وإما أن يصرفاه عن فطرته إلى اليهودية
أو إلى النصرانية أو إلى المجوسية. فالوالدان يربيان الأولاد بلا شك، إما على الخير وإما على الشر. ليس معنى التربية أن توفر للأولاد المال والمآكل والمشارب والملابس والسيارات الفارهة وتظن أنك بذلك أديت حقهما وربيتهما، ولكن المراد التربية الدينية، التربية على الخير، على الأخلاق، على حسن السلوك، على ملازمة الخير، على الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال عن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأنقذ نفسك من هذه النار بتقوى الله، وأنقذ أولادك من هذه النار بالتربية الصالحة على الإسلام وعلى الدين وعلى الأخلاق الفاضلة، وإلا فإنك تكون خائنا لأمانتك وما حملت. إننا في هذه الأيام، في أيام بدء الفصل الثاني من الدراسة، يهتم الآباء بتوجيه أولادهم نحو المدارس، وهذا شيء لا يلامون عليه، هذا شيء طيب، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك. قبل ذلك لماذا لا يوجهون أولادهم إلى المساجد؟ لماذا لا يستصحبونهم معهم، يتركونهم في الشوارع مع السيارات والتفحيط مع الأشرار، يتركونهم ولا يدرون أين يذهبون؟ أين الرعاية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، صاحب البيت راع في بيته ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكما توجه أولادك للمدارس وجههم للمساجد قبل ذلك، وداوم على ذلك. مروا أولادكم بالصلاة لسبع كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمركم أن تأمروهم بالصلاة إذا ميزوا وبلغوا سن التمييز، فإذا قاربوا البلوغ، فإذا رأيتم منهم تكاسلا عن الصلاة فاضربوهم، اضربوهم على ليالي عشر. ولا يكفي هذا، بل أيضا راقبوهم في المضاجع في منامهم، فرقوا بينهم في المضاجع بأن تبعدوا بعضهم عن بعض خشية الفتنة. فأنت مسؤول عن أولادك في اليقظة، في يقظتهم وفي نومهم، أنت مسؤول عنهم، محمل أمانتهم. ثم أيها المدرسون، أنتم عليكم أمانة، فالآباء سلموكم أولادهم ووجهوهم إليكم فصاروا تحت مسؤوليتكم في المدارس. علموهم ما ينفعهم، راقبوهم في أخلاقهم وفي سلوكهم، اشرحوا لهم المقررات وبينوها لهم في الفقه، في التوحيد، في النحو، في غير ذلك، حرفا حرفا. لا تترك من المقرر شيئا، لا تتساهل فيه، فإنه أمانة حملتها. لا تصرفهم إلى القيل والقال وإلى الأفكار السيئة، وأين ذهب فلان وأين جاء فلان وكيف كان حال فلان إلى آخره. أنت مسؤول
عن أمانة تعليمهم وتوجيههم، لا تحرفهم عن الحق، تلقنهم الأفكار السيئة، تورث العداوة بينهم وبين الناس، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، هذا ليس من مسؤوليتك. مسؤوليتك أن تقوم بشرح هذا الدرس وتبيينه لهم وسؤالهم عنه حتى يفهموه. وإذا رأيت من أحد منهم تكاسلاً أو إهمالاً فإنك توجهه إلى الرجوع إلى دراسته وحفظ وقته وعدم الانشغال بغير ذلك، فهو من حين يدخل للمدرسة إلى أن يخرج منها وهو تحت مسؤوليتك، أنت المسؤول عنه. ثم أنت أيها الوالد تابع أولادك خارج البيت، أين ذهبوا؟ من يجلسون معه؟ اسأل المدرسين والمسؤولين عن المدارس عن سلوك ولدك وتوجهاته وعن جلسائه، اسألهم، تابعه خارج البيت، فإنه ما يزال تحت مسؤوليتك في البيت وخارج البيت. وهذه مسؤولية عظيمة وثقيلة بلا شك، ولكن الله يعينك عليها إذا صدقت نيتك. ثم الولد إذا عرف منك الحزم وعرف منك أنك تتابعه فإنه يأخذ حذره ويتجه إلى ما وجه إليه. أما إذا عرف أنك لا تسأل عنه ولا تدري عنه فإنه يضيع بين البيت والمدرسة. هناك من يتخطفون الأطفال وينشرون بينهم الدخان والمخدرات والمسكرات ويلقنونهم الأفكار السيئة، وقد يكون هذا في المدرسة أو خارج المدرسة، فأنت المسؤول عنهم، أنت أبوهم وأنت المسؤول عنهم، تابعهم واختر لهم المدرسة المستقيمة بمديرها وبمعلميها وبطلابها، اختر لولدك المكان المناسب، فأنت مسؤول عنه، وفقك الله وأعانك الله. ولا تقل أنا في شغلي وهو في شغله، تذهب إلى تجارتك وإلى أموالك تنميها وتتعاهدها وتحافظ عليها ولا تحافظ على أولادك. إن تجارتك الرابحة بلا شك هم أولادك، إذا قمت بتربيتهم وحسن توجيههم فهم تجارتك الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يدعون لك بعد موتك، وهم الذين يخلفونك في أهلك وفي مالك. فإذا أصلحتهم بتربيتهم وتوجيههم صاروا خير خلف لخير سلف، أما إذا أهملتهم صاروا حسرة عليك حيا وميتا. اتقوا الله عباد الله في أولادكم، قوموا بأمانتكم التي حملكم الله إياها، وإلا فإن الله سيسألكم عنها يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، أشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس اعلموا أن الوقت الآن قد اختلف عن ما سبق، فكان فيما سبق كان أهل البلد لا يدرون عن أحوال البلد الآخر وما يجري فيه، ولا يصل إليهم إلا أخبار بلدهم وأخبار محيطهم ومن حولهم في المكان القريب. أما الآن اختلطت الدنيا، تقاربت البلاد
وصار العالم كما يقولون كأنه قرية واحدة، ما يجري في أقصاه يصل إلى أقصاه. عظمت المسؤولية الآن نحو الأولاد، فوجهوهم واحموهم من الأفكار السيئة، احموهم من الذهاب إلى الاستراحات وإلى الرحلات إلى هنا وهناك، احفظوهم، لا تولوهم غيركم ولا تأمنوا عليهم غيركم إلا من عرفتم فيه الصدق والأمانة والإخلاص، وإلا فحافظوا عليهم وتابعوهم حتى في مضاجعهم، لأن الأولاد وإن كانوا عندك إلا أن قلوبهم وأفكارهم بعيدا عنك، تتابع ما ينشر في التويترات وفي ما يسمونه بالتواصل الإعلامي، بالتواصل الاجتماعي في هذه الآليات الدقيقة، فهم جسمهم عندك وقلوبهم وأفكارهم تسرح وتمرح في خارج بيتك مع أصحاب هذه الأفكار، فأبعد عنهم وسائل الشر، واحرص على تنقية بيتك من هذه الوسائل المدمرة وأبعدها عنهم. لا تقل إني لا أقدر عليهم، تقدر عليهم لأنهم تحت مسؤوليتك، ولو عرفوا منك الحزم والجد لتأدبوا معك، ولكن إذا عرفوا منك التساهل والتغاضي فإنهم سيتساهلون وسيدربون في طرق الشر إلا من رحم الله عز وجل. فاتقوا الله عباد الله، حافظوا على أولادكم. أكثر ما يحامي راعي الغنم من الذئاب، فإنهم مهددون بذئاب البشر الذين هم شر من ذئاب السباع، حافظوا عليهم. وهذا شيء صعب بلا شك، ولكن إذا صلحت نيتك وصدقت عزيمتك أعانك الله عز وجل وسهله عليك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن المسؤولية عظيمة، وأن الحساب دقيق، وأن التبع ثقيلة، إلا من وفقه الله عز وجل وصلحت نيته وطابت سريرته فإن الله يعينه ويسدده ويسهل له أولاده، يسهل الأولاد لوالدهم إذا رأوا منه الصدق والأمانة والحزم وعدم التساهل. لا تتساهل في الصغيرة قبل الكبيرة أبدا، لا تتساهل، فإن الشر يجر بعضه بعضا. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. معلم رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمناً وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح سلطاننا، وولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم كف عنا بأس الذين كفروا، فأنت أشد بأساً
وأشد تنكيلا. اللهم اردد كيدهم في نحورهم واكفنا شرورهم. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ هذه البلد آمنة مستقرة من كل سوء ومكروه ومن كل شر وفتنة، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. واجعل الدائرة على المجرمين والمفسدين من الكفار والمشركين والمنافقين واليهود والنصارى والعلمانيين وسائر الكفرة. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم دمرهم بما صنعت أيديهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل سلاحهم في صدورهم، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.